اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يعني بعد تقريبا 20 دقيقه غبنا عنكم بفقره التجميل، نرجع معكم ولكن بفن وابداع. اليوم عندنا موهبه اجتمعت الفن فيها مع الابداع لتخرج بتوليفه موسيقيه. عشقت الموسيقى والتاليف والتلحين منذ الصغر لرفقتها واصبحت رفيقها. خلينا نرحب بالفنان الاردني الموسيقي الرائع علي حجازي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ علي. علي استاذ علي، تحدثنا كيف دخلت بمجال التلحين تحديدا؟ هلا مجال التلحين صراحه كان الاساس البيت والمدرسه، يعني كان في بالمدرسه كانوا يعطونا الموسيقى والبيانو بحد ذاته، وكان موجود بالبيت الكيبورد، فكنا نمارس الهوايه هون وهون تقريبا. فبعدها خلينا نحكي قطعت فتره بهذا المجال وقفته، فكنت حدا مستمع دائما للموسيقى بشكل عام. ف خلينا نحكي بسن ال 15 16 كنت اسمع الاغاني بين طبيعيه ومعمول لها اعاده توزيع من اول وجديد، فرجع عمل عندي حب فضول لموضوع الموسيقى بشكل عام. فبعدها بلشت بموضوع الدي جي اللي هو تنسيق الموسيقى بين الموسيقى والموسيقى. فبهاي المرحله يعني تقريبا خلينا نحكي بعدها بفتره 7-8 سنين رجعت على موضوع البيانو والموسيقى، وبلشت ارجع اشتغل على حالي من اول وجديد. وبعدها رجعت بلشت ارجع بمجال توزيع الموسيقي. الفضول رجع زاد عندي شوي اكثر، فبلشت في مجال التاليف الموسيقي اللي هو توزيع الموسيقى بشكل. يعني لان كونك بلشت بعمر صغير، يعني مش ما شاء الله عليك لساتك باول شبابك، الله يعطيك العمر طبعا. اكيد لابد من انه الصعوبات اللي واجهتك، خصوصا انه احنا اذا بدنا نحكي على المستوى الفني وبالتحديد الموسيقى ما فيها الاهتمام الكبير او ما فيها الثقافه بهالمجتمع بمثل هيك نوع من الفن وتحديدا الموسيقى والتاليف الموسيقي. نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتك. هلا الصعوبات اللي بتواجهك بما انه انت حدا عم تشتغلي لحالك وبتتدربي على حالك لحالك، فكانت ممكن اغلب المشاكل اللي تواجهني انه ما كنت ارجع انا اساسا لحدا اساله او استفسر منه، لاني كان عندي اصرار دائما انه حاب اتعلم هذا الشيء. فدائما جزء اكثر مشكله كانت تواجهني انه مش دائما التقنيات متوفره، فعشان هيك كنت دائما متاخر شوي. يعني هي اكثر شيء كانت تواجهني صعوبات في هذا المجال. نعم. قد ايه صعب انه الواحد يطور حاله لحاله ويدرب حاله لحاله، تحديدا مرات حتى مثلا بمجال التلحين بده يكون واحد شوي عنده خبره بالتوزيع، بده حتى يعرف كيف بده يوزع لحنه. وايضا احنا كل يوم بالعصر الاغنيه تحديدا في عندنا كل يوم الحان جديده، توزيعات جديده، بناخذ شوي من الغرب والى اخره. حدثنا كيف واحد بيقدر يتعب حاله بوجود عندنا مواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت، عالم كثير كبير ممكن يساعدك، ولكن لازم روح علي تكون بالالحان او التوزيع. هلا الفكره صراحه الانترنت بشكل عام ما خلى، يعني فتح لك مجال تتعلمي من اي حدا ممكن، يعني مش بالضروره يكون الشخص موجود جوا الاردن. اكيد. فعاد بتلجئي لاي موقع بدك اياه، بتفوتي بتدوري على اللي بدك اياه، وبترجعي بالاخير انت بتوظفي اللي انت بدك اياه بطريقتك الخاصه. صح. هاي هي الفكره يعني بالاخير بتكون يعني الاساس. علي خلينا نشوف مقطوعة من تأليفك، بعدها نرجع نستكمل الحديث معك. Thank you.
وتين نحكي شوي اكثر عن وتين وايضا المؤلفات الثانيه وصدى هاي الاعمال بالشارع الاردني وتحديدا رواد هذا الفن بالتحديد. هلا هي صراحه وتين مربوطه شوي خلينا نحكي بابوي صراحه الله يرحمه. هلا هو وتين الشريان القريب او خلينا نحكي بيجي بعد القلب بغض الجسم كامل، هو الاساس يعني بغذي كامل الجسم بالدم، فاذا انقطع هذا الشريان خلص انقطعت الحياه عن الانسان نفسه، فكانت هاي شوي مربوطه بابوي الله يرحمه. الله يرحمه. قد ايه مهم انه يكون الفنان الاردني تحديدا او اي فنان مرتبط اكثر بالوطن العربي؟ يعني تحدثنا قبل قليل انه كان لك كمان مع المرحومه الفنانه الفلسطينيه ايقونه النضال ريم البنا، تحدثنا عن هذا التعاون ولك تعاونات ايضا جديده مع فنانين جداد. لا اكيد ريم البنا اخذت لها اغنيه ورجعت عملت اعاده توزيع لها فانبسطت فيها كثير هذيك الفتره، كانت بسنه 2013 او 2012 ورجعت نشرتها عندها وكان لها صدى حلو جميل بين الجمهور تبعها واللي عندي. من جديد عم اشتغلت انا وربيحه جار كان في ذا فويس، بعث لي كمان له شغله هيك ورجعنا عملنا اعاده توزيع لها وراح ترجع تنزل ان شاء الله. ان شاء الله. علي ايش بتشوف الصعوبات اللي بتواجه اليوم كل الاشخاص اللي بهذا المجال بتاليف الموسيقي من ناحيه الدعم؟ هل في هناك النقابه لها دور بدعمكم او حقوقكم محفوظه؟ ولكن يعني هذا هاي الاشكاليات بالتحديد اللي بتواجه كل الفنانين بنحكي عنها بالتفصيل حتى انه يكون في صوره واضحه للاشخاص المعنيين بالمشاكل اللي بتواجه الفنانين وان شاء الله يتم تجاوزها في المستقبل. هلا دعم يعني صراحه في كثير يعني موهوبين بحالتي وكثير شباب، الاغلب صراحه ما بلجا لحدا معين لانه اصلا اساسا ما في دعم، فاحنا بالاخير الفنانين بشكل عام ندعم بعض، يعني مين بشوف انا بقدر ادعم واحد اساعده فبقدر صح اساعده. صح عرفتي وين الفكره بتواجهنا؟ يعني هاي دعم شوي بالاردن خصوصا عند الممثلين بشكل بالضبط يعني الواحد بنحب نحكي خجول الطف كلمه فهي هي الفكره بس يعني. طب بدنا نشوف كمان مقطوعه ثانيه من اللي الفها عليه لانه لا يمل بصراحه، يعني هيك بتحس ما في تشبع من المقطوعه، خلينا نشوف مقطوعه ثانيه ونرجع معكم. Thank you.
أستاذ علي، التنقل بين آلة وآلة بهذه السلاسة يعني تنقل إنك مع نفس اللحن، يعني أنت ما شعرت في إشي أود أو في إشي ناشز، كيف قدرت توصل لهي المرحلة من السكون والسلام أيضا باللحن؟ هلا هو صراحة هون شوي بنسيم إجت من باب إنه كنت قاعد بالجنينة صراحة، فنسمت هيك شوية هوا خفيفة، فقديش كان الشعور حلو إنه وطلعت معاي الهالي هاي إنه بيطلع منها إشي موسيقى حلوة، فبلشت أرتبهم بالألحان بشكل، فمشيت في أول إشي بالكمانجا، بعديها العود، رجعت ضفت عليها البيانو، بعدين إيقاعات، فكانت شوي هي أصلاً أساساً هي سلسة من بدايتها. طبعا علي، احنا عم نشوف اليوم هاي موهبة، ولكن نتحدث عن دراستك الأكاديمية، لها علاقة الدراسة الأكاديمية بموضوع التأليف الموسيقي، أو أنه أنت بتعتقد أنه الموهبة فقط هي موهبة تكون ما لها علاقة أنه الدراسة الأكاديمية تكون منفصلة عن الموهبة؟ لا، هي مش منفصلة، يعني أنا درست إدارة فنادق أساسا يعني، وكان مجالي 11 سنة بالفنادق، بس حبي للموسيقى والهواية كانت موجودة، يعني بالاخر لازم يكون في صقل اكاديمي بالاخر تصقليها الموهبه عشان قوي من هذا الشيء، فان شاء الله بالمستقبل ناوي يعني ارجع للموضوع اصقل مهاراتي اكاديميا. لما نحكي احنا عن الات متنوعه، بتحكي عن كمانجا، عن عود، عن بيانو، عن اكثر من اله، فهي بحاجه ل هو بالضبط، يعني دائما توفر الاكاديمي الحب، الاصرار، والشغف دائما والفضول عندك انك تتعلمي، فما في شيء ممكن يوقفك صراحه. اكيد اكيد، دائما بيحكوا الفن او الملحن تحديدا بينقل اللحن قبل ما يكون في عنده الكلمات في بعض الاحيان، فانت من هدول الاشخاص انه انا بدي اللحن بعدين ممكن احط عليه كلمات اسهل مما يكون في كلمات واحط لها لحن؟ هو يعني ممكن في ناس بيستخدموا هذا الاسلوب، بس صراحه لما يكون موجود الكلمات ويتلحن وترجع تضيف الآلات بكل الموضوع لسه أسهل. هلا ممكن نضيف الآلات وما يطلع متناسب مع الموضوع اللحن اللي صار أو موضوع الكلمات اللي استخدمناها، فلا أكيد كلمات تتلحن وترجع تتوصل. هلا مشروعك المستقبل، يعني إحنا شفنا نسيم وشفنا بالبداية وتين، فشو مشروعك المستقبلي؟ المقطوعات الموسيقية أو إذا كان في يعني أعمال أخرى؟ هلا عم بحاول صراحة أسس فرقة كم يعني صراحة مضمونها شباب لسه موهوبين، نرجع نلحن أشياء حلوة، يعني بتعرف هاي الشغلات بطلت مرغوبة كثير، يعني الأغلب صار يتجه للأشياء الجديدة كثير، فبدنا نرجع نحاول نحييها من أول جديد. بس جميل، في وتين ونسيم، يعني أنت بظروف ترجمتها الألحان، إيش في كمان عندك ألحان قريبة لقلبك ترجمتها؟ هلا في روحك كلارينيت كان فيها شوية هيك آلات كمان نفس القصة، في أماليا موجة حب، وفي أماليا لسه ما نزلت، هاي راح تنزل من جديد قريبا، هذول هلا في الوقت الحالي متوفرين. كل التوفيق علي، نتمنى لك كل التوفيق، يعني نحن بنفتخر فيك كشاب أردني موهوب وموسيقي وفنان رائع، يعني عم ترتقي بالذائقة الفنية والجمالية. شكرا علي، كل التوفيق، وكمان هيك نتمنى انه نسمع اماليا قريبا اكيد ان شاء الله. شكرا علي. نطلع لفاصل، من بعدها بنرجع ونكمل معكم ايش 9 الصبح.